أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المميزة، اخترنا لكم اليوم السيد سالم السويدي. أستاذ سالم، أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج اليوم. أهلا وسهلا. أهلين. حابين نعرف أستاذ المشاهدين عن شخصك الكريم. أخوكم سالم السويدي، بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، ماجستير في الإدارة العامة التنفيذية، وإن شاء الله نقدم لكم اليوم بعض المعلومات اللي إن شاء الله تفيدكم من باب الخبرة اللي عندنا بسيطة. بالتأكيد. أستاذ سالم، متى تم تأسيس شركة سبكتروم؟ صراحة تم التأسيس في سنة 2016، في نهاية 2016 تحديدا، على أساس أن تغطي فجوة كانت في الماركت موجودة أو في السوق، اللي هي وجود الأنظمة، يعني قلة وجود شركات الحلول الذكية. فحرصا منا سميناها بسبكتروم لأنظمة الحلول الذكية، وما سميناها البيوت الذكية لأن المجال راح تغطيه أكبر من البيوت الذكية. شو نوع الخدمات والمنتجات اللي بتقدمها شركة سبكتروم للعملاء؟ الخدمات متنوعة، المنتجات متنوعة. مثل ما قلت، سبكتروم لأنظمة الحلول الذكية. حتى كلمة سبكتروم هي أصلا من الطيف باللغة العربية، ولكن حطينا له باللغة الإنجليزية. الطيف يعني معناته ينتشر في كل مكان، مثل طيف الضوء، مثل طيف اللي هو الترددات اللاسلكية، موجودة في كل مكان. فلذلك حرصنا أن تكون الشركة تغطي أي مكان موجود في أو في نقص. مثال، ممكن نغطي حلول المنتجات البيوت الذكية، المنازل الذكية، أيضا ممكن بكل تفاصيلها. لما نقول منتجات المنازل الذكية معناتها نتكلم عن حلول الشبكات، الواي فاي، الواي فاي المنزلي اللي يغطي المنزل بالكامل، أيضا حلول السماعات، الصوت بأنواعه، المسرح المنزلي، الصوت كامل المنزل، سينما، وأمور كثيرة فيما يتعلق بالبيوت. لما نتكلم عن الأماكن الأخرى المتوقعة إن شاء الله، اللي هي المدن الذكية، واللي راح نطرق عليها بعد شوي إن شاء الله. حابين نعرف طبعا المنافسة في السوق بشكل عام، دائما على كل سنة، من على سنة على سنة على سنة بتلاقي المنافسة تشتد وتشتد وتشتد، فحابين نعرف الشيء اللي يميز سبكتروم عن باقي الشركات المنافسة في السوق. حرصنا أن لما ندخل السوق ندخل بمنتجات مميزة، فالحمد لله استطعنا أن نعطي خيارات أكثر للزبائن، بحيث أن ما نكلف عليهم، يبدون بالبسيط وينتقلون إلى الأجمل اللي هو شاشات لمس سهلة، ما تحتاج إلى تدريب كثير، شاشات بسيطة مثل ما ممكن يبين عندنا في الشاشة الآن، أزرار مباشرة للإضاءة، أزرار للسيناريوهات، أزرار ستائر، أزرار الميديا، التكييف. هذا اللي بالفعل يميز اليوم سبكتروم، اللي هي نحن نعتبره جهد سنوات قدرنا أن نسهل ونبسط للزبون، بحيث أنه يختار المطلوب بسرعة بدون تدريب وبدون اي مشاكل. طبعا احنا حابين نعرف الفكره نفس الوقت على المكان اللي احنا مختارينه، واللي احنا حاليا جالسين فيه هو عباره عن سامبل، مثل ما تقدر تقول سامبل عن الغرفه الذكيه، فحابين نعرف الفكره وراء هذا الاختيار. صحيح. لتقريب الفكره للزبون دائما بيئه التجربه نحاول نخليها مطابقه للبيئة اللي هو يتعامل معها كل يوم. صحيح. ما حطينا اللي هي مثلا غرف النوم أو، لكن في صالة المعيشة، صالة المعيشة تحوي على أمور كثيرة مطابقة لغرف النوم تقريبا. فلذلك عملنا هذا التصميم مطابق لغرف المعيشة اللي نحن متعودين عليه، وبحيث أن الزبون لما يوصل عندنا ويدخل ويجلس ويشوف ياخذ أفكار لبيته، أنه ممكن يطبق بعض هذه الأفكار، وهي خلنا نقول يعني شيء مطبق ومش خيالي، موجود، ممكن يجلس يشوف الشاشة، يلمس، يشوف أثرها على التلفزيون، يشوف أثرها على الإضاءة، أثرها على الستارة، وأي
امور اخرى هو محتاج منها. حضرتك قبل اللقاء كلمتني عن موضوع انه احنا شركه من الشركات التي تعلم الزبائن مثلا كيفيه فعلا الاستفاده او الاستخدام الفعلي للانظمه الذكيه. حابين نعرف شو السبب اللي يخلي الشركه تعلم الزبائن وشو الفائده المتوقعه من هذا الشيء؟ طبعا تاثرنا في البدايه بصراحه يعني بالاوروبيين والغربيين اكثر شيء، لان وجدناهم يعلمون، وجدناهم المعلومه ما تكون حكر عندهم، خاصه في الاشياء البسيطه. في امور صعب التعليم فيها، ليش؟ انه محتاجه برمجيات، ومش كل واحد يقدر يتعلم لغه البرمجه. لغه البرمجه هي مهاره، او خلينا نقول هي اصلا حب. في ناس معينين يحبون يتعلمون لغه الاله. لغه الاله ابدا مش سهله ومش صعبه، ولكن ما تعمقنا فيها بحيث ان نخليها في متناول الجميع. ولكن الاشياء البسيطه اللي خلينا نسميها اللي ممكن يعملها الانسان بنفسه، نعم نحرص ان نعلم. وهذه موجوده امثله عندنا في الانستغرام، موجوده عندنا امثله في اليوتيوب، موجوده عندنا حتى في كبوست كمنشور في الموقع، ان يعلم انك اختار القطعه الفلانيه والقطعه الفلانيه والقطعه الفلانيه عشان تعطيك الحل الفلاني. وهذا بدينا فيه وما راح نوقف ان شاء الله. عندي سؤال بصراحه فضولي شوي، لكن بشكل عام البيوت التقليديه، نقدر نقول البيوت التقليديه حاليا بني ادم جاي يسوي بيت جديد، انا الحين عندي فيلا قيد الانشاء، لما افكر اني انا احط مثلا موضوع الانظمه او الحلول الذكيه، الانظمه الذكيه هذه كزبون، يا اخي صعبه، يا اخي والله ممكن تكون مكلفه، او 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 كيف ممكن انك انت تسهل هاي الامور للزبون بشكل عام، تعطيه فكره او نبذه عامه عن سهوله الامر؟ ممتاز. نحن هذا بالفعل نسال السؤال الاول للزبون. ليش؟ لان بصراحه ما اشجع اي انسان يدخل في الانظمه الذكيه وهو ما عند الرغبة ولا عند الحب ولا الشغف. لأن بصراحة الأنظمة الذكية هي شغف، هي حب طبعا. هي في الأساس حب يعني. أما واحد بنقنعه وبنقول له لا يا أخي لازم تنتقل للبيوت الذكية، يقول لي ليش؟ والله بتوفر لك كهرباء، وبتوفر لك ما أدري إيش، وبعطيه يعني من الكلام المحزول هذا كثير. بعدين مسكين خلاص بينتقل على مضض يعني الترند في الماركت بالاتجاه يلا خلني انا امشي معاهم. في اول عطل التليفون عندي ما راح يسكر. ليش؟ بيقول لي انت غشيتني، انت اعطيتني معلومات مش صحيحه، انت لا. فلذلك نحرص الحرص، كل الحرص، ما يدخل في هذا المجال الا انسان عنده حب شغف ومستعد ان يتحمل اي عواقب في ومشاكل في هذا النظام. فلذلك هذين هم الناس اللي نبحث عنهم في كل اللي هم قاطنين في الإمارات، مش الكل، فقط شريحة معينة هم اللي يحبون مثلنا. نحن نحب السمارت المجال، فدخلنا فيه. ما دخلنا فيه عن طريق يعني فقط كبزنس. كبزنس لا، دخلنا فيه شغف حب، على أساس أن نشوف الجديد، نستمتع بالتكنولوجيا. هي استمتع، هي في الأخير استمتع. حضرتك تكلمت عن موضوع لنفترض حدث عطل في شغلة صغيرة عندك في البيت، خدمات ما بعد البيع، نبسطها على أعزائي المشاهدين، خدمات ما بعد البيع تغطوها بنفس الوقت. إذا في عندك عطل بسيط أنتم بنفس الوقت تقدروا تتحملوا وتضبطوا الأمور هذه كلها للزبون، صحيح ولا كيف الأمور بالضبط؟ بنشرحها بتفصيل شوي. المثال، بعد ما نخلص المشروع نبدأ نشرح للعميل طريقة التعامل مع النظام، خاصة موضوع اللي هي اكتشاف الأخطاء ترابل شوتينج، أن كيف يقدر يوصل للعطل، أو على الأقل يخبرنا شو اللي صاير عنده. بعض الأعطال سهل التغلب عليها، بعض الأعطال محتاجة تدخل عن بعد أونلاين، يعني مجرد أن يتصل علينا ونحن نتدخل ونصلح لها. بعض الأعطال إلزامي نحن ندخل عنده في البيت، فهي متدرجة. نحن مع الزبون سنتين ندعم دعم كلي كامل بالأونلاين. ممتاز.
دعم كامل 100%. وبعض الزباين عدوا السنتين ولكن هذيل المميزين اللي كانوا معانا بداية المشوار وهم نكون لهم كل احترام والتقدير، يعني خاصة زبون في بداية مشوارك يختارك من بين كل الشركات. صحيح. فهذا أكيد لمعاملة خاصة، وكلهم إن شاء الله راح تكون لهم معاملة خاصة. أكيد. ولكن الشركة أيضا لازم تستمر، لازم تقدم خدمات مميزة، فلذلك هم أصلا هم زبائننا، هم الأصل في الاستدامة، استدامة العمل، استدامة المشروع، واستدامتنا أيضا بتقديم الخدمات ما بعد البيع جيدة وممتازة. الآن وين الإشكالية صراحة؟ الإشكالية إن ما قدمنا خدمات ما بعد البيع 24/7. هي خطة موجودة، كيف يعني 24/7؟ في عندنا أعياد، في عندنا نهاية أسبوع، في عندنا في أمور كثيرة. طبعا ممتاز أن نغطي 24/7 بالتأكيد، بس الكوست يطلع. طبعا كل ما زادوا الزبائن كل ما سهلت عملية 24/7 أكيد طبعا، وكل ما قلوا الزبائن كل ما كان الكوست أعلى. فلذلك إن شاء الله كخطة 24/7 موجودة، ولكن لما نزيد شريحة الزبائن بحيث أنه يوصل العدد الكافي أن نغطيها إن شاء الله 24/7 موجودة. إن شاء الله أتمنى لكم طبعا دوام التوفيق والنجاح إن شاء الله. واحدة من الأشياء اللي تميز سبيكتروم اليوم اللي هي تصميم الشاشة البسيط السهل. بعد عدة محاولات الحمد لله وصلنا إلى تصميم، لأن هذا كل الآيكونز قابلة للتصميم عندنا في النظام اللي نحن نستخدمه. فعليا كل غرفة محتاجة حاجة اسمها سيناريوهات، أو اللي نسميها إيفنتس باللغة الإنجليزية. مثل أنا خارج، أنا طالع من المنزل، أنا داخل في للمنزل، مثلا صباح الخير، مساء الخير، تختصر عدة أمور في ضغطة واحدة. مثال عندنا هوم وأوي. أيضا في عندنا مثلا الإضاءة، في عندنا إضاءة ممكن نطفي الإضاءة بشكل كامل، وممكن أشغل الإضاءة بشكل كامل مثل ما هو مبين في الشاشة، وبالإمكان أيضا الدخول لكل الأزرار اللي موجودة، لأن هي كثير الأزرار. نحن دائما حرصنا أن فقط في زرين، هنا مثلا على سبيل المثال في عندنا الإضاءة العلوية، في عندنا الإضاءة الجانبية، في عندنا الإضاءة الفلور اللي على الأرض، في عندنا على سبيل المثال اللي هو معطر الجو، عندنا مثلا النسب المئوية للإضاءة 20% 25% على حسب متطلبات العميل. في عندنا أيضا مثلا إضاءة الألوان الـ RGBW أو اللي هي الأحمر الأخضر الأصفر، 16 كلر أو 16 مليون كلر، بال 16 تقريبا مليون كلر. في عندنا أيضا اللي هي المودز اللي قلنا عنها اللي هي مثلا ريلاكس أخفف الإضاءة، مثلا ثيتر، في عندنا مثلا مسرح منزلي فحبينا نكبس كبسة بحيث أنه يغير كل شيء. ناخذ أمثلة على سبيل المثال، مثلا عندنا ثيتر، بمجرد نضغط ثيتر نلاحظ كل الإضاءة طفت، الستائر تبدأ تسكر. حابين نتكلم عن نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي هي واحدة من أفضل الدول في موضوع الأمن والأمان. كيف ممكن الأمن والأمان يساعد على استقطاب المستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج؟ الحمد لله، والله نعمة ما بعدها نعمة، بالتأكيد نعم. تصبح وتمسي وأنت الحمد لله في أمن وأمان، عارف أن ممتلكاتك موجودة، عارف أن شركتك موجودة، عارف أن بيئة محفزة لعملية البحث والتطوير. الأرض الخصبة، أرض فعلا. الحمد لله، الحمد لله مباركة، والله إن شاء الله يديمها علينا وعلى الناس أجمعين إن شاء الله. تصبح وأنت عارف أن الساعة 8 أنا في المكتب موجود، طيب يعطيك حافز أنه شو بكرة ممكن أقدم من السبيكتروم، يساعد على الإنتاج طبعا، يساعد.
لان خلاص انت في استقرار ذهنيا، انت مستقر ذهنيا، انت مستقر. صحيح. الموظفين عندك ايضا ذهنيا هم مستقرين، عند القدره ان يبحث عن الجديد، يبحث عن التميز. لكن واحد في دائما في مشاكل، ما يعرف اذا بيوصل ولا ما بيوصل، هو اصلا يحاسب على امور اخرى مو بالتطوير، يبغي الامن فقط، يعني يحافظ على سلامته. لكن الحمد لله بما ان الامن والامان موجود، انا اعتبرها فرصه للبحث وللتطوير ولتقديم الافضل. اكيد. طبعا من هذا المنبر نحب نوجه رساله شكر لجميع شيوخ دوله الامارات الحبيبه على الرؤيه والتوجه الرائع والقياده الرشيده لهذا البلد. حابين نعرف الرؤيه المستقبليه، طبعا حضراتكم من 2016 موجودين في السوق، وان شاء الله دائما وابدا موجودين، دائما يكونوا في القمه. حابين نعرف شو الرؤيه المستقبليه لشركه سبكتروم في الخمس سنوات القادمه. دائما الماركت متغير، ودائما الشركات تستمر بعمليه التغير او التكيف. نلاحظ امور كثيره تغيرت علينا في الحياه، ولكن الشطاره في التكيف، القدره على التكيف هي اللي تعطي الاستمراريه. طبعا. بدانا في البدايه كانظمه ذكيه متعلقه في البيوت، انتقلنا بعدين الى الان فكره السمارت سيتي او المدن الذكيه. الان هذا هو التوجه الحقيقي للسبكتروم، اللي هي المدن الذكيه. كيف ممكن نتحكم مش في غرفه، في مدينه كامله؟ الان نتكلم عن مدن. الان كيف نراقب مدينه، نراقب صرف المياه، نراقب صرف الطاقه، نشوف التحديات اللي موجوده في المدينه هذه وين، تلوث، الزحمه، مثلا ندخل في الاي اي في المستقبل، ارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي. هل المدن تقدر تتنبأ بمتى لازم نكبر الشوارع؟ هل المدن ممكن تتنبأ بمتى نزيد من فاعلية شو اسمه اللي هي محطات توليد الطاقة؟ هل المدن ممكن تساعد في عملية خفض الاستهلاك في توقيت معين، ترشيد الاستهلاك؟ ليش؟ لأن في جهة أخرى محتاجة لطاقة إضافية. هذه التساؤلات اللي نحن نحاول ندور لها إجابة في السبكتروم. وين موقف السبكتروم في المكان هذا، سواء كان في ترشيد استهلاك أو حتى في أزمات، في إدارة أزمات؟ كيف ممكن نحصل على المعلومات؟ كيف نقدر نستثمر المعلومات؟ الآن أصبحنا في مدن ذكية. هذا توجه سبكتروم إن شاء الله في السنوات القادمة. أنا أتمنى دائما لكم النجاح والتوفيق. نحب نشكرك مرة أخرى على تواجدك معنا بالبرنامج، وحابين تعرف السادة المشاهدين عن كيفية التواصل مع سبكتروم. طبعاً في عندنا موقع إلكتروني موجود، وإن شاء الله رح يظهر لكم في الشاشة. عندنا أيضاً في السوشيال ميديا في الإنستغرام، فممكن تتواصلون معنا باستمرار في الإنستغرام، فتشوفون المنشورات، ممكن تتفاعلون مع المنشورات. المنشورات تدار من قبلنا بشكل مباشر، ممكن نرد على أي تساؤل، ممكن نستقبل ايضا مقترحاتكم، ايضا ممكن تروحون على الويب سايت وتشوفون منتجات مختلفه. في منشورات ايضا في الموقع، غير منشورات السوشيال ميديا، منشورات في الموقع، واللي ان شاء الله بدينا فيها وراح نزيد منها، مربوط فيها ايضا فيديوهات في اليوتيوب، بحيث انه تعطيكم انطباع عن كيف ممكن نركب الاجهزه بشكل، اذا قدرنا طبعا، بشكل فردي. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختم حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز الأستاذ سالم السويدي. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.